موضوع تطرقنا إليه في بداية الحلقة وهو موضوع إعادة فتح جون الكويت المرتقب مطلع العام المقبل، هذا بعد 5 سنوات من الإغلاق، ولتعد خطوة كبيرة جاءت بالتنسيق مكثف بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأيضا وزارة الداخلية لإيجاد أفضل السبل ووضع الآلية لتنظيم عملية فتح الجون بأسلوب يضمن تسهيل عمل تلك الجهات وخاصة فيما يتعلق بالرقابة البحرية والحد من التعديات والصيد الجائر. نعم مشاهدينا، حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر سكايب نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الفنية الدكتور عبد الله زيدان. دكتور صباح الخير، كيف بدأت التحضيرات والاجتماعات بين نقول الجهات المعنية لإعادة فتح الجون عقب 5 سنوات؟ يعني متى بالضبط يبدأ العمل بالقرار الجديد؟ أول شيء السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. طبعا كانت هناك اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية اللي هي وزارة الداخلية المتمثلة في غفر السواحل والهيئة الزراعة والثروة السمكية. طبعا بالاواني الاخيره احنا شفنا ان يعني المتنفس الوحيد خاصه تحت ظل جائحه كورونا هي البيئه، البيئه جزء لا يتجزا في المجتمع ولازم يتم توفير يعني البيئه الامنه والمستدامه حق المواطنين والمقيمين في دوله الكويت. طبعا الاجتماعات هذه كانت قائمه من شهر اكتوبر السابق، والغرض منها تقنين هواية الصيد في جون الكويت. احنا قاعد في يعني صيد جائر وتعديات للبيئة البحرية، ولكن لابد من تقنين هذه الهواية لاستدامتها واستدامة الثروة السمكية حق أجيالنا وحق هواة الصيد. يعني الفترة اللي نقدر نقولها ان شاء الله اول الربع الاول من السنة القادمة إن شاء الله. طبعا احنا الحين بصدد إنشاء منظومة متكاملة وهي عبارة عن برامج إلكتروني يتم إتاحة إصدار التصاريح حق المواطنين لإن شاء الله استكمال هوايتهم في شروط خاصة في الجهات الرقابية اللي بالدولة، سواء هيئة الزراعة والثروة السمكية، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية وهيئة البيئة. نعم دكتور عبد الله، يعني إذا ممكن نوضح للسادة المشاهدين، طبعا احنا نتكلم عن الهواية وليس من أجل التجارة، لكن المعايير اللي اتفقتوا عليها اللي ذكرتها، الشروط اللي اتفقتوا عليها في الجهات المعنية لاشتراط فتح جون الكويت مجددا أمام الهواة، ما هي؟ الاشتراطات يعني القوانين والاشتراطات موجوده لدى جميع الجهات، ومعظمها متعلقه في استخدام ادوات الصيد اللي هي الصيد بالخيط او السناره المتعارف عليه، والابتعاد عن ادوات اللي هي الصيد الجماعي للاسماك او التجاري. في والاشتراطات راح تكون واضحه، يعني هي موجوده، ولكن يعني ارتئينا من خلال الاجتماعات والتعاون مع الجهات المعنيه ان لابد ان يتم تقنين عمليه الصيد في الجون. يعني ان شاء الله اول ما يفتح راح تكون هناك نسبه وتناسب من اعداد، واحنا نقولها نسميها كوتا معينه راح تدش تسجل عن طريق تطبيق الكتروني وتتيح لهم ان يمارسوا هوايه الصيد خلال فتره محدده. ندري ان في سنين طويله ان الجون كان مسكر، ولكن ما نقدر يعني يفتح مره واحده، لان لان الصيادين انطروا يعني طوال هذه الفتره على اساس يقدرون يمارسون الهوايه. فراح تكون طريقه مقننه ان شاء الله، وراح تكون بطريقه ان ننظم عمليه الرقابه في اماكن محدده للصيد، وراح تكون ان شاء الله بعد هذه التجربه يعني مع الاشهر القادمه ان نخلي التجربه تكون اوسع واكثر واشمل حق نسبه اكبر من الصيادين ان شاء الله. طيب دكتور عبد الله، يعني لو نلخص كل ما ذكرته عن هذه او القانون في تسجيل الصيد، يعني اصبح الان الصيد هو مقنن والكتروني وفق المنصه في هيئه البيئه،
الصيد ما يكون للتجارة فقط للهواة، يكون عنده رخصة للصيد. كذلك هناك أوقات محددة حسب ما ذكرت، حسب المساحة اللي تقدر تقريبا مساحة الجون ب 700 نقول و 20 كيلومتر مربع، يعني وفق هذه المساحة كم نقول العدد اللي يدخل للصيد، وهل تم يعني إحصائهم بالعدد، وهناك وقت معين للدخول والخروج؟ التصريح إن شاء الله راح يكون ساري يعني خلال فترة محددة. الأماكن مثل ما أنتم عارفين يعني جون الكويت في مناطق محظورة، في منشآت، في ممرات بحرية، في أماكن يحظر الاقتراب منها وأيضا الصيد كونها مناطق أمنية، فلازم نكون احنا واضحين ومحددين الأماكن للعامة. طبعا كان عندنا اجتماع أمس حددنا يعني أماكن متفرقة داخل الجون، ولكن هذا من جانبنا احنا داخل الهيئة، ولكن لازم يكون في أكثر من سيناريو وتعتمد من قبل الجهات الأمنية المتمثلة في قصر السواحل، وأيضا الأماكن اللي يكثر فيها الصيد أو يعني نقدر نقول مرغوبة لدى الصيادين، أساس نوفر لهم المناطق وتكون المناطق هذه متاحة لهم إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الزيدان نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.